هنعمل البصارة. قلت لكم البصارة النهارده صنفين، بصارة مصري وبصارة أفغاني، بصارة يمني، بصارة سوداني، علشان الناس اللي هي ما بتحبش الخضرة بياكلوها زي الفول، حتى لو اللي هو الفول اللي هو العادي بتاعنا ده بيقشروه ولازم يتنقع شوية. بصوا كده هوريكم الفرق بين دي وبين دي، تعالوا كده معايا. بصي يا حمدي، دي كده بصارة مصر، ودي كده بصارة أفغاني، الاتنين فول بس دي مكوناتها غير دي، ودي الطشة بتاعتها غير دي، ودي خطواتها قريبة قوي من دي. حابة تعمليها كده كنوع من التغيير ما تقوليش عليها بصارة ما فيهاش أي مشكلة، عايزة البصارة المصرية بتاعتنا برضه ما فيهاش أي مشكلة. الاتنين اتحطوا على النار وهتنزل مقاديرهم على الشاشة، بيغلوا وبيستووا كويس قوي، بيتدربوا في الخلاط. المصريه بتتصفى، الافغاني ما بتتصفاش. هنشوف القوام بتاع دي والقوام بتاع دي. الروايح حلوه قوي. ما تيجي يا حمدي كده ننزل المصري الاول وبعدين الافغاني علشان نبدا نشتغل في الخلاط. يلا بينا. عايزه اقول لكم ريحه الخل والثوم مش قادره اقول لكم يعني، الحمد لله. يلا بينا يا حمدي. حمدي ننزل البصارة المصري، دي البصارة المصرية اللي هي الأصلية. طيب مقاديرها بتقول إن إحنا معانا إيه؟ معانا كيلو فول مدشوش، بصلتين مكعبات، فلفل أحمر حامي سليم، معلقتين كبار نعناع ناشف، 10 فصوص توم، حزمتين كزبرة خضراء بنغسلهم كويس قوي وبنقطعهم وبنحطهم مع السلق. معانا كمان حزمتين بقدونس نفس النظام، يتغسلوا كويس قوي ينضفوا ويتقطعوا ويتحطوا في السلق. طماطمايه مكعبات ممكن ما تحطهاش، بس انا بحب البصاره اللي هو ايه اللون المخضر على محمر شويه كده، ما تبقاش اخضر صافي اكني باكل حاجه خضراء بس. معايا مكعبين مرقه، كمون وكزبره ناشفه وملح، اكتر من كده مش عايزه. كل دوت غسلت الفول، نقعته حوالي ساعتين او ثلاثه، او لو قدامي وقت بقى ممكن انقعه من بالليل، ورحت مصفياه غسلته كويس وصفيته، وبعد كده رحت واخداه حطاه في الحله وحط عليه ميه مش كتير قوي برده علشان ما تبقاش عايمه معايا، وحطيت كل المكونات بتاعتنا وسبتها تتسلق. اتسلقت لما دابت خالص. هبدا بعد كده ماشي. طيب الطشه بتاعت البصاره المصريه بتقول ان احنا معانا ايه؟ معلقتين كبار ثوم مفروم، معلقه كبيره كزبره ناشفه، وسمنه بلدي طبعا، وللوش بتاعنا بصل اللي هو المتحمر اللي هو التقليه. طيب انا بقى في تكه بعملها واحنا بنعمل البصاره هقول لكم عليها حالا دلوقتي، بس اخد كل ده كده احطه في الخلاط واخد من الميه بتاعتها علشان اضرب كل ده، مش عايزه ادخل لها ميه من بره. بص انا بصفي خالص اهو، علشان ايه؟ علشان ما تطلعش معايا خفيفه. انا لو خدت الميه مع الفول وضربته ورجعت عملت شفشق تاني من الخلاط وضربته هلاقيها خفيفه. البصاره ميزتها ان هي تكون القوام بتاعها ماسك، ما تبقاش ولا هي كتله تقيله ولا تبقى صيصه. يعني ايه صيصه؟ على راي امي الله يديها الصحه، تبقى صيصه، تبقى مململمقه، تبقى ميتها كتير وخفيفه، هي ما بتحبهاش كده بصراحه. فعشان كده بنصفي الاول، ولو احتاجنا الزياده بتبقى ميه هي اصلا فيها اهي. لكن الاساس بتاعي اخد الفول واخد كميه الحاجه كلها اللي انا عاملاها بالشكل ده كده، واروح ضرباها في الخلاط. بصوا كده علشان انا موتي وسمي برضو المواعين الكتير. انا خلصت الحله وانا سالقه فيها اصلا البصاره، اروح عامله كده، انا مش عايزه الحاجات دي. بسم الله. الحله اهي اللي سلقت فيها، شطفتها بس بميه مطرح الخضره وحطيتها على النار تاني. مش شرط ان انا اروح مطلعه حله تانيه من جنبي من المطبخ نظيفه واروح عامله فيها اللي انا هضربه. طب وليه؟ هو كتر مواعين وخلاص. ما الناس اللي بتغسل برضو عندها يعني نراعي شويه حتى سواء في البيت او هنا. طيب حطيتها على النار، هعمل ايه دلوقتي؟ بصوا كده هضرب الخليط ده ناعم قوي، ناعم جدا، وبرضو هصفيه. مش ان انا بسم الله، مش ان انا هضربه واعمله كده، لا انا برضه هصفيه علشان لو في اي قشره من الخضره، في اي حته من الفول، اي حته من البصل، برضه ابقى مطمنه ومتاكده ان انا مش هتيجي في بقي وانا باكل. بسم الله الرحمن الرحيم.
جربت ناعم جدا بالشكل ده. طيب عندي الحله على النار وعندي مصفى، وبصوا بقى هبدا اعمل ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. السمنه اهي، بصوا كده انا بعمل ايه. في طشه على الوش، انا كده كده هغرف البصاره، عايزه احط لها البصل اللي هو المتحمر ده ماشي، لكن انا عايزه ادي طشه جوه البصاره نفسها، عايزه ابقى مطعماها. حتى في ناس كتير قوي ما بتحبش البصل اللي على الوش او التقليه، حد من ولادي ما بياكلش التقليه وجوزي ما بياكلش التقليه، فانا بروح راكنه لوحدهم من غير التقليه، لكن انا عايزه اطعم البصاره نفسها. طب هعمل ايه؟ هعمل كده، بسم الله. حته سمنه بلدي حلوه كده، او اي زبده او اي سمنه انت تستخدميها، واروح نازله بمعلقه من الثوم. حطينا سمنه بلدي وحطيت معلقه من كبيره من الثوم وشويه كزبره ناشفه، يا دوب اتحمروا معايا. اكون مجهزه البصاره كده بالشكل ده، وادي مصفى، واعمل كده. بسم الله الرحمن الرحيم. سامعين السيمفونيه؟ هي دي السيمفونيه اللي انا عايزاها. خلصت البصاره؟ اه والله خلصت البصاره، يا دوب تاخد غلوتين كده وتبلها ملح وسنه كمون وسنه فلفل اسود اهو. بسم الله، ادي اللي طلع. حته من الفول ما اتضربتش عدل، شويه من البصل ما اتضربوش عدل، حته من قشره الطماطم، لازم اصفي كده علشان ابقى ضامنه ان انا باكل خليط ناعم صافي ما فيهوش اي حاجه. بسم الله بالشكل ده كده، واسيبها تاخد بقى الغلوه الحلوه على النار مع الثوم والكزبره اللي احنا طشينا بيه مع حبه السمنه البلدي اللي احنا عملنا، وندوق طعمها كده نشوف الملح بتاعها اخباره ايه. عايزه ملح ماشي، عايزه سنه كمون وسنه فلفل ماشي، عايزه بقى سنه شطه زي ما انتم عايزين. بسم الله الرحمن الرحيم. ملحها مظبوط قوي الحمد لله، كل اللي هي عايزاه سنه بسيطه جدا من الفلفل الاسود مش كتير، وناخد حبه كمون من هنا. بس كده، مش عايزه اكتر من كده. وتاخد الغلوتين بتوعها وابدا اغرفها واروح مزيناها بالبصل المحمر، واقدم برده جنبها بصل اخضر، اقدم جنبها بصل بخلي زي ما انتم عايزين. طيب حمدي قدامنا دقيقه، ننزل بس مقادير البصله الافغاني. ماشي تمام، طيب ما تحرمش منك. طيب البصاره الافغاني عندهم ما اسمهاش بصاره، اسمها القلابه، الجلابه، لا بالقاف، هي بالقاف بس بتتنطق جيم، القلابه، القلابه الافغاني، القلابه الافغاني، حاجه كده شبيهه بالبصاره المصري اللي عندنا بس ما بيحطولهاش خضره. طيب بيحطولها ايه؟ كوبايه فول مدشوش من اللي هو بتاع البصاره، بيتنقع وفي نفس النظام بيتغسل كويس قوي، وبعد كده بنروح حاطينه في حله، بنحط عليه ايه؟ بطاطسيه مكعبات، ثلاث طماطمات مكعبات، ثلاث جزرات مكعبات، بصلتين مكعبات، خمس فصوص ثوم صحيح، وميه سخنه تغطي ده كله، ومعاهم معلقه صغيره من الكمون والملح. كل ده اتحط كده. طيب بنزود ايه تاني عليهم؟ معلقه صغيره كزبره ناشفه، رشه زعفران بودر عشان تدينا اللون اللي زي الفل ده. حاجه كده بتتكلم عن نفسها. وملح وفلفل اسود، كل ده يتحط على النار، الفول يتضرب او يتسلق بالشكل ده كده، تهدى شويه من على النار، اتحطت في الخلاط او في الكبه اتضربت وخلاص على كده، ما بتتصفاش وما بترجعش للنار تاني، مجرد ما اتضربت خلاص جاهزه على التقديم. بس بيتعمل لها بقى طشه على الوش كده تظبط الدماغ كده وتجمع الحلويات دي كلها. الطشه عباره عن ايه؟ ثلاث طماطميات مفرومين بالشكل ده كده اهو، ومعاهم معلقه صغيره ثوم مفروم، معاهم معلقه كبيره كزبره ناشفه، معلقتين كبار من الطحينه، وشويه زيت، نص معلقه صغيره كمون، ونص معلقه صغيره كزبره ناشفه. كل دوت بينزل على النار مع حته سمنه او حته زيت زي او حبه زيت زي ما انتم عايزين، وبعد ما بيتحطوا على الطبق من فوق شويه زيت وشويه طحينه بيترشوا على الوش على الطشه من فوق. انا مش قادره اقول لكم طعمها بيبقى عامل ازاي، طعمها بجد بجد، جربوها مش تندموا. اعملوها للفطار، اعملوها للعشاء، الشتاء عايز اكل كتير، واحنا ما شاء الله علينا كشعب بنحب الاكل، وممكن تبقى صنف للغدا مع حبه بطاطس مع محمرين مع حبه بتنجان مخلل، 100 فل و14، ونحمد ربنا ونبوس ايدينا وش وظهر على نعمته.
هنرجع من الفاصل اكون حطيتها كلها في الخلاط نضربها ونرجع نغرفها واصب كمان اغرف البصاره المصريه بتاعتنا عشان نحط عليها البصل المحمر من على الوش. قبل ما نطلع قلنا مقادير القلابه او القلابه الافغاني، حاجه شبيهه بالبصاره عندنا بس ما بنحطلهاش خضره، وزي ما شفتوا مقاديرها نزلت معانا على الشاشه. قلت لكم هنضربها كلها في الخلاط، ما بتتصفاش وما بترجعش النار تاني، ما بتتصفاش وما بترجعش على النار تاني. المقادير كلها اهي نضربها، بتتقدم على طول في الاطباق وبيتعمل لها طشه، والطشه بتاعتها نزلت مقادير. تعالوا الاول نضربها. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. عايزاها ان هي يبقى فيها تكسيرات. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. انا عايزه بس قبل ما انزلها كده ادوق الملح بتاعها ايه نظامه. بسم الله. عايزه سنه ملح بسيطه، بالنسبه لي عايزه شويه من الشطه بس، هي تمام يعني، ممكن احط لها شويه فلفل اسود وخلاص على كده. نبدا نقلب بقى ونغرفها. عايزه بقى في اطباق منفصله، عايزه في طبق كبير وكلكم تاكلوا مع بعضيكوا زي ما انتوا عايزين، بس صدقوني لو حطيت لها شويه شطه حلوين كده او اتضرب معاها فلفل حامي، او يا سلام بقى لو مسكنا فلفل اخضر وفلفل احمر وقليناهم مع سنه ثوم كده وسنه ملح، مش قادره اقول لكم. طيب تعالوا كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بص معايا يا حمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ريحتها حلوه قوي 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 فوق ما تتخيلوا يعني، وان شاء الله طعمها هيبقى في منتهى الجمال. طيب تعالوا بقى دلوقتي نعمل الطاسه بتاعتها اللي نحطها على الوش. عندي طاسه على النار هحط فيها شويه من السمنه بالشكل ده كده. عايزه تحط شويه زيت ذره ما فيهاش مشكله، بس انا كده كده هحط شو معلقتين زيت مع الطحينه علشان انزل بيهم على الوش. بصوا كده بقى عاملين ايه. ادي تومه، مجرد ما ان هي تتشعوط كده انزل عليها بالطماطم. توم، كزبره، سنه بسيطه من الملح، وبعد خلاص كده ما كله اتشكشخ مع بعضه ارفع من على النار. بصوا معايا ارفع كده واروح نازله بالبقدونس. ما حطيتش البقدونس على النار، يا دوب اهم رفعته بقت بالشكل ده. يا سيدي يا سيدي يا سيدي، تعالوا بقى نحطها على القلابه معانا. بسم الله الله اكبر. طيب ناقص ايه كمان للطشه؟ معلقتين الطحينه بنحط عليهم، معلقه كده من الزيت يتفك مع بعضه، وابدا انزل بيه. بسم الله الله اكبر. متهيألي احلى من كده واطعم من كده، والريحه اللي احنا شمناها دي تفتح النفس لوحدها. فول مدشوش، وممكن ان احنا نقصص الكميه لو انت بس اللي بتاكليها. معانا بصل مكعبات، فلفل احمر حامي صحيح. ليه صحيح وليه البصل مكعبات؟ لان كل دوت هيتضرب في الخلاط بعد كده. معانا نعناع فريش في توم سليم، معانا كزبره، ومعانا بقدونس بيتغسلوا وبيتحطوا معاهم سلام علشان بعد كده بيتدربوا. طماطمايه مكعبات ممكن ان انت تشيليها، بس حلاوتها اما بتتحط اللون بتاع البصاره ما بيبقاش اخضر قوي، بيبقى اخضر محمر زي ما حضراتكم شايفين كده، اللي هو الاخضر الجميل مش اللي هو الاخضر البرسيمي دوت. معانا ايه كمان؟ مكعبين مرقه، كمون، وكزبره ناشفه، وملح، كله بيتحط مع بعضه، والميه ما تبقاش كتير علشان ما تبقاش ممنمقه وخفيفه، عشان ما تضطريش بعد كده تقولي اتقلها ازاي. كله بيتسلق مع بعضه، بيتضرب بعد كده في الخلاط، بعد كده بيتصفى وبينزل التصفيه بتاعته على على كزبره وتوم وسمنه. القلابه الافغاني حلوه قوي قوي سواء شكلا او طعما في منتهى الجمال. بنستخدم لها ايه كمان؟ بنستخدم لها فول مدشوش، ومعاه بطاطسايه، طماطم وجزر، بصل، توم سليم، معاه ميه، معاه معلقه صغيره من الكمون،
ومعاه كمان كزبره ناشفه، رشة زعفران بودر عشان تدينا اللون الحلو ده، ومعاهم ملح وفلفل اسود، كله بيتحط على النار بيتسلق مع بعضه، وزي ما شفتوا القوام كان تقيل ما كانش خفيف برده مململ، بيتضرب في الخلاط لكن ما بيتصفاش. تظبطي الملح بتاعه قدمتيه في طبق التقديم او الاطباق اللي انت هتقدمي فيها، وبعد كده بتروحي عامله له الطشه. الطشه عباره عن ايه؟ طماطم مفرومه، معانا ثوم مفروم، كزبره ناشفه، معلقتين كبار طحينه وعليهم معلقه من الزيت، ومعانا كمان نص معلقه صغيره كمون وكزبره ناشفه قلناها في الاول. كزبره مفرومه، والله كزبره مفرومه ممكن نبدلها ببقدونس.